مغنية غنت في حفل للجن، الطقاقة نورة، هي فنانة شعبية كويتية لمع صيتها في التسعينات، حيث أحيت الكثير من الأفراح في بعض دول الخليج، وكانت لها فرقتها الخاصة. وبالرغم من شهرتها الواسعة ورواج أعمالها، إلا أنها قررت الاعتزال في ليلة وضحاها، الأمر الذي خلق الكثير من التساؤلات حول اعتزالها المفاجئ. وكثرت القصص حول سبب اعتزالها، منها هذه القصة والتي أقسم الكثيرون أنها قصة حقيقية. القصة تبدأ بامرأة تتصل بنورة وتطلب منها إحياء فرح ابنتها، ولكن نورة رفضت بسبب أن اليوم كان إجازة الفرقة، ولكن بعد كثير من الإلحاح وافقت نورة، وكان موعد الاحتفال في العاشرة مساء، واتصلت بفرقتها وأخبرتهم بموعد الحفل، ولكنها لم تكن مرتاحة في الذهاب لذلك الحفل. وفي المساء الساعة 9 مساء ذهبوا جميعا إلى الحفل، واستقبلهم والد العروس، ومن ثم دخلوا إلى المنزل الذي كان مليئا بالناس والزينة والأنوار. ومع ذلك إحساسها يقول أن هناك شيء غريب يحدث. ثم دخلوا إلى غرفة لتغيير الملابس، وجاءت إليهم امرأة ضخمة الجثة شاحبة اللون، ويدها صلبة كأنها حجر، وكانت سعيدة جدا بحضورهم الحفل. ثم بعد أن بدلوا ثيابهم، جاءتهم مجموعة من الفتيات لكي يسلموا عليهم كأي معجب عادي. وبعد خروجهم من الغرفة قالت شمس، أحد أعضاء الفرقة لنورة، إنها خافت جدا عندما دخلت الفتيات عليهم الغرفة، ولكنها لا تعلم السبب. ولكن نورة طمأنتها وقالت إنه مجرد حفل عادي ولا داعي للخوف. فردت عليها شمس، ألم تلاحظي أنهم عندما مدوا أيديهم إلينا للسلام كانت صلبة كالصخر، وملمس وجوههم عندما قبلونا غريب، وأن حرارة الغرفة ارتفع عند دخولهم. ردت عليها نورة إنها مجرد أوهام، وقالت لهم هيا كي نبدأ الحفل لننتهي من هذا اليوم الغريب. ثم خرجوا إلى قاعة الاحتفال، وكانت قاعة كبيرة وكل شيء فيها مبالغ فيه، من أعداد الناس إلى الطعام، وكان الطعام عبارة عن ولائم كثيرة تدل على الثراء الفاحش. والعريس لم يكن يرتدي ملابس العرس المعروفة، بل كان يرتدي ملابس غريبة كأنه من العصر العثماني، والعروس ترتدي فستان أسود وبه بعض النقاط البيضاء ومرصع بأحجار نفيسة، وكان خلفهم مجسم ضخم على هيئة وجه إنسان يصرخ، والعريس والعروس يجلسون عند فمه. والغريب أن العريس لا ينظر يمينا أو يسارا أو حتى إلى العروس، وكذلك كانت العروس كأنهم تماثيل. وبعد انتهاء الفقرة الأولى تحكي نورة أنها كانت متعبة جدا وتشعر بدوار، ولكنها لم تستطع الاستراحة في غرفة تغيير الملابس، لذلك صعدت إلى الدور الثاني لتستريح في إحدى الغرف. فبدا لها كأنه مهجور ورائحة الأشياء القديمة تملأ المكان، فوجدت بابا مفتوحا توجهت إليه، وكانت الغرفة معتمة والسرير قديم يملئه التراب، ولكنها نامت من التعب ورأت كابوس، حيث رأت سيدة ترتدي فستان أسود وشكلها مخيف تجري خلفها. فاستيقظت من النوم مفزوعة وتوجهت إلى باب الغرفة، وكانت المفاجأة أنها وجدت نفس المرأة بنفس الشكل والفستان أمام الباب، فأغمضت عينيها حتى تتأكد أن هذا كله وهم، وعندما فتحت عينيها لم تجد المرأة، لقد اختفت مرة واحدة.
ولكنها رأت غلام يخرج من إحدى الغرف، وعندما رآها توجه إلى الدور الثالث، وتقول نورا أن فضولها غلبها وصعدت وراءه الدور الثالث، وكانت الحوائط ذات لون داك للغاية، والأرضية متهالكة كأن أهل الدار لا يعيشون إلا في الدور الأول فقط. وعندما كانت تبحث عن الطفل سمعت صوت يهمس في أذنيها، فالتفتت ولم تجد أحد، ثم سمعت ضحكات الطفل ورأته يدخل غرفة ويغلقها خلفه، فتوجهت إلى الباب وحاولت فتحه، ولكنه كان مغلق بعناية. وعندما همت بالانصراف امتدت يد لتمسك بقدميها وتسحبها إلى الغرفة، وصوت يقول غني غني إني أحب صوتك، وكان الصوت مخيف للغاية. فقالت وهي تنتفض من الرعب من أنت؟ والصوت يرد عليها غني غني. فقالت نورة أنا خائفة للغاية، فرد عليها الصوت لا تخافي يا نورة، لا أحد يموت ناقص عمر. فقالت نورة من أنت؟ فقال أنا صديق، صديق وفي ومخلص. تمالكت نورة نفسها ورقدت نحو الدور الأول إلى الغرفة التي بها الفرقة، فوجدت أعضاء الفرقة مجتمعين حول شمس التي كانت تبكي، فسألتها نورا ماذا حدث. قالت لها شمس لقد تأخرت كثيرا، وبدأ بعض المعازيم يسألون عنك، فصعدت إلى الدور الثاني لأبحث عنك، وكان كل شيء في الأعلى مخيف، وسمعت صوت يخرج من إحدى الغرف فظننتها أنت، فذهبت إليها وفتحتها فوجدتها فارغة. وعندما أغلقتها رأيت شيئا أرعبني، حيث رأيت رجلا يظهر من العدم من أحد أرقان الممر، وكان ثابتا مثل التمثال وأنا أتوجه نحوه مسلوبة الإرادة. وعندما اقتربت منه أخذ جسمي ينتفض من الخوف، فحدثني وقال أريد أن أسمع صوتك، فصرخت من الرعب، فلطمني على وجهي، وبعدها استطعت التحرك فبدأت الركض نحو الدور الأول. وقالت شمس لنورا يوجد شيء غريب في هذا البيت، أرجوك هيا بنا نذهب من هنا. قالت لها نورا اهدئي، فردت شمس كيف أهدأ ولا أحد منكم رأى مثل ما رأيت. فردت عليها نورا لقد رأيت أبشع من ذلك، أرجوك اهدئي. شمس لن يتركونا نخرج من هنا. نورا من هم يا شمس؟ شمس لا أعلم، ولكن دعينا نخرج من هذا البيت. نورا هذا يكفي، غيروا ملابسكم لنقدم الفقرة الثانية لنخرج من هنا. وبدأت الفقرة الثانية وبدأوا يغنوا من التراث، وعند تمام 12 من منتصف الليل ازداد الهرج والاحتفال حتى أن المعازيم زادوا بشكل مبالغ فيه، وبدأ المعازيم في الغناء حتى غطى صوتهم على صوت الفرقة. وعندما كانت الفرقة تصمت لدقيقة كانوا يصفقون لنا لنستمر في الغناء، وكانوا منسجمين معنا للغاية، وكان هذا الاندماج مخيف جدا للفرقة، وأصواتهم منفرة، وكانت النساء منهن يرقصن بهستيرية مخيفة. والمرعب أكثر أنهن عندما كن يرقصن كانت فساتينهن ترتفع إلى الأعلى كاشفة عن أرجلهن التي تشبه أرجل الماعز، ولها حوافر ويكسوها الشعر. وبدأت تدور بين نور وبين الفرقة نظرات رعب، وبدأت أصوات الفرقة تنخفض من الرعب، ولكن نورا طلبت منهم أن يستمروا بالغناء وألا يتوقفوا. وكنا طول تلك الفقرة ندق على الطبول فقط ولا يصدر منا أي صوت، وشمس سقطت مغشي عليها وسط تلك الحشود، فأخذتها نورا إلى الغرفة وبدأت تهدئها، وأفاقت وهي في حالة هستيرية،
وقالت هيا نخرج من هنا، نحن موجودون في وسط حشود من الجن. فردت عليها نورا أنا كنت أعلم أننا وسط حشود من الجن، ولكن لا نستطيع الخروج بسلام إلا وقت آذان الفجر، فاجلسي بجواري وانظري إلى الأرض. ولم يبق الكثير على آذان الفجر، خرجت شمس مع نورا وجلست بجوارها وكان يملأها الرعب، وكانت تلك الحشود مشغولة بالغناء والرقص والطعام، فكان عندهم ولاء ضخمة من اللحوم فقط، فلم يكن هناك أرز أو خبز، وكانوا يأكلون بنهم مخيف ويرقصون بشكل مخيف جدا. وفجأة ارتفع آذان الفجر، وبدون سابق إنذار قطعت الكهرباء واختفوا جميعا. فخرجنا من المنزل ونحن نصرخ ونطلب المساعدة، وتم إنقاذهم في النهاية. وفي النهاية، إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.